مشاركة الأب. أنت كأنك أنا قلت كلمة جازت لك ها؟ أنا عارف. قلت يعني مو على كل حال يعني التغيير، يعني إحنا يعني توصلنا إلى حل وسط، لأن التغيير طيب لكن مو على كل حال ولا في كل شيء. أنا بأنقل لكم نقلة إذا سمحت لي أبو عمر والإخوان، موضوع موقف غريب مر علي أنا. والله إني أحياناً أستحي أقول عند الناس، أخشى إني إيش يعني أن لا أصدق فيه. موقف أنا رأته عيني وسمعته أذناي، والله إني شفته بعيني. سنة من السنين حجينا في حملة، وتعرف الحملات ما أدري إحنا كان خيمة عندنا الحانة في آي بي، المهم إن إحنا خيمتنا كانت 8 أنفار أو 10 أنفار في خيمة واحدة مو مفتوحة. ففي أيام منها حصلت بيننا ألفة سوالف وكذا. أذكر كان معنا واحد من ذوي الهمم، يعني كان على عصا، وكان ترى في يلعب في اسمه في المنتخب سباحة ما أدري، يعني رجل مجاهد كذا ومهتم. وفي مجموعة واحد من المجموعة هذه يتكلم عن نفسه كثير، وسبحان الله الإنسان يتكلم عن نفسه كذا النفس ما يعني ما تقبله يعني أي تقول بس. فأيامها كانت الجرائد الورقية، جابوا عكاظ مدري الندوة مدري المدينة، المهم وفي صورة في الواجهة كذا، صورة كذا قال هذا تصويري أنا صحفي وأنا ولا طالع ولا اسمه فلان فلاني، وقال هذه الصورة ترى يعني عند الصحفيين إنها حظ، يعني ما يستطيع ما في اللي تطلع صورته في الصفحة الأولى، هذه يعتبر يعني عند الصحفيين إنها حظ قوي. ثم دخل على باب الحظ ويتكلم كذا بكل ثقة، يقول أنا حضيض، أنا يقول حضيض أنا طالع فيه، يقول أنا والله أنا هو يبدو إنه خلاص يعني تشرب الفكرة هذه وأصبحت عنده مسلمة. قال أنا من يوم أنا في الابتدائي ما شاركت في مسابقة إلا فزت، ولا قال ما شاء الله ولا شيء، ها ولا قال ما شاء الله على نفسه جنون ما أدري اسمع الجنون شيء أنا لحد الآن متحير فيه، لعلكم تشاركوني والأخوان يشاركونا في حل هذا اللغز. وأنا والله هذا الشيء شفته عيني وسمعته أذني. قال أنا حضيض وأنا مدري وش، وأنا وذكر لي كثير من المواقف، حتى في واحد صديق له معه أظن في الجريدة أو في الحارة، المهم أنا جالسين على جنب دائما يسولفون مع بعضهم يعرفون بعضهم. فهذا يضحك يقول أنا خابر، يقول دخلت سوق مدري وين وأول ما جاء والمايك والتلفزيون وجائزة مدري وين جاء، وبدأ يعدد يقول ما جاركت في مسابقة إلا فزت. الحملة طبعا أنا هذا الكلام والله ما صدقت صراحة، يعني بدأت شوي آخر شيء قلت بس عاد وش ذا، يقول ما شاركت من يوم أنا في الابتدائي يقول إلا وفوز، ويضح يقولها متبسم، يعني تعجب ما تعجب تصدق ما تصدق واحد عنده. وزعوا حقين الحملة في هيئة شو اسمها النشاطات اللي شنو هو المسابقات كذا الشباب اللجنة الثقافية أيوة الثقافية يوزعوا مسابقات وكذا، وزعوا لهم أوراق على القيام، جاتنا أوراق ومن اللي حل صاحب الهمم هذا يحل مجتهد يقول أنا ما قد فزت مسابقة، قلت لا تحل ورقة الله يعافيك، هو في آخر الخيمة قال أنا اللي أفوز، كان الجائزة والله يا أخوي جوال مدري هو آيفون ولا ما طلع العالم جوال، كان يعني جوال حق موديله، هو في آخر الخيمة يقول أنا ترى الجوال ده لي. والله أنا صراحة بديت يعني قال الجوال هذا لي، لا بس انت اكتب لي حل لي، وذاك حل المسابقه لنا كلنا، طب احنا نشارك معك كذا، هو اللي يكتب ويحب يكتب يحب. جاء يوم توزيع الجوائز، طبعا احنا خيمتنا عشان يعني تكونوا من الصوره، خيمتنا الباب حقها على اليسار هنا مقابل باب الخيمه الكبيره، في خيمه كبيره للحجاجيه، خيمتنا مقابل الباب مقابل المنصه اللي يوزعون عليها او الجهه، يعني احنا نشوف التلفزيون عندنا منقوله توزيع الجوائز، وفي نفس الوقت نطالع مع الباب نشوف المقدم قاعد يكلم الحضور وحنا نشوفه من هنا. المهم فبدا توزيع الجوائز، الفائز العاشر ما ادري ايش اعطوه خلاطه، الفائز الثامن، والله يا رجل هذاك يوم هذا يوم انت حر الحين، والله هذا انا شافته عيني وسمعته اذني، يوم وصلوا للثاني ما ادري الثالث وهو يقوم من محله يبغى يروح يستلم ويوقف على الباب يقول الجوال لي، والله يا ريجي قام وقف على الباب
على شو اسمه هذا يوم قال الفائز الاول الجوال فلان الفلاني يقوم يروح ياخذه نفسه هو نفسه. انا قلت انت هو رجع يضحك انا ما قلت لك انا كذا من يوم في الابتدائي تصدق ما تصدق كيفك سبحان الله لا اله الا الله. فانا هذا الامر محتار فيه هل هي يعني مر عليكم شيء مثل هذا؟ توقعتك بتقول العكس. لا لا توقعتك تقول ما صار عجيب ما صار موقف غريب. لا 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 انا توقعتك تقول صدم هو بعد. لا ما كان موقف غريب لحد الان المتحير يمكن اكثر من 15 سنه او 10 سنوات. ما له علاقه بالذكاء هو اللي حل الضعيف ذا اللي قاعد يكتب هو يقول انا كذا انا ما ادري تعزونها لايش مر عليكم شيء زي كذا انا ما ادري والله والله اعلم تحصل وما تحصل الله يجعلها قد تحصل مع احد وقد الله يجعلها توفيق ما تكون صدره يا رب. بس في شيء مهم يا اخي ما يقول ما يحسد المال الا اصحابه الواحد احيانا يشوف نفسه بالمرايه يقول وش ذا الزين وش ذا الملح لا تنظر نفسك قل ما شاء الله نعم زين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة أيوة. واحد يقول انا افوز وكل شيء عندي ولا وماشي معه اي لا يمكن هذا دعوه والديه ما ادري والله ما حسن ظن تفضل ابو نايف فيه باب التغير يا اخواني انا بسال حضور الان غير المشاهدين من منا